Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
Inna zayyana sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum adhabun wasib ila man khatiba al-khatbata fatba'u shi'abun thaqib فاستتم أو مشهد وخلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صيبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله إن شاء تطاع بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله 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 الحمد لله 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 الحمد لله
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wa daula syarika la laul mulk wa laul hamdu yumi ta'ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يبقى ذو الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحاب سيدنا رسول الله اجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شافي يا لطيف ابو يا كافي يا حبيب يا شافي الله يا لطيف ابو يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله La ilaha illallah azim la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
Allah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bi anubatsu insyaallah minal aminina bi rahmatika arhamar rahimin. 10 menit lagi. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul kudusus salamul mu'minul mu'ayminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wa'abur razzaq al-fattahul alim al-qabidul ba'ar Situl Qafidul Rafi'ul Muzul Muzil Sami'ul Basirul Hakamul Adil Latiful Qafir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliul Kabirul Hafizul Muqid Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المعصي المبدئ المؤيد المؤي المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواجد Hidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Akhirul Awalul Akhir Ad-Dahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawabul Muntakimul Afur Ra'ub Umanikul Mulkidul Jalani Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani' الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير الله اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم عليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم العزب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والقطرات من الشكوك والظنون والأوهام وساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا ورسوله إلا غرورا وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البر كما سخط البر لموسى وسخط النار لإبراهيم وسخط الجبال والحديد لداود سخط الجن والشياطين لسليمان سخر لنا كل بحر ولك بأرض والسماء والملك والملكون بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيد ملكوت كل شيء كاف يا إنسان سخر لنا كل شيء يا من بيد ملكوت كل شيء كاف يا إنسان وسخر لنا كل شيء يا من بيد ملكوت كل شيء كاف يا إنسان انصرنا فإنك خير الناصرين واقطع لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ريحا طيبة كما هي في علمك انشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكننا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاءت الوجوه شاءت الوجوه شاءت الوجوه وأنت الوجوه للحي القيوم فرحا ومن عمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف ورجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 هب الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون حميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سكبنا كاف يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا سكفيك والله السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سكبنا كاف يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا سيكفيكم الله والسميع العليم بسم الله بابنا تبارك عبطانا ياسين سكبنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا سيكفيكم الله والسميع العليم بسم الله بابنا تبارك عبطانا ياسين سكبنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسكفيك الله والسميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ
فالله خير عابدا ورحم الراحمين فالله خير عابدا ورحم الراحمين فالله خير عابدا ورحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت بولك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبولك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبولك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأهلا ومرحبا بكم بهذا اللقاء المتجدد perjumpaan kita dalam majlis bacaan manzil dan juga dengan tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan juga dengan diakhiri dengan bacaan hizib Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Ini anak-anak kemarin kurang rehat, banyak main, tadi malam juga terlambat tidur, jadi nampak kelihatan lesu sikit nih. Ini ngantuk nih, budak ini ngantuk. Ini oke. Okay. Ini pun unjur kaki aja, asing unjur kaki aja. Nanti cepat tua. Hah? Apa kebat duduk bersila nanti cepat sembuh. Oke, jadi kita rehat dulu dalam 5 menit untuk persiapan live dengan bacaan hizib Daurul A'la dan juga dengan hizib Al-Wiqayah dan juga dengan hizib dengan pengajian kitab Sunan Ibnu Majah. Abah Banafillah, semalam pada masa pengajian tak pasti pada masa kita di kaki bukit atau pada masa pengajian kitab Sunan At-Tirmidzi ada yang minta ijazah Hizbu As-Sakran, Ratib Al-Haddad dan juga dengan Al-Wirdul Latif atau dengan amalan-amalan semuanya. Jadi untuk maklumat semuanya, Abi mendapatkan ijazah semua hizib dan juga semua amalan dan juga semua sirah. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu daripada Syekh Mabat Al-Ujail. Syekh Mabat Ujail Al-Ujail Abi sempat berjumpa dengan beliau pada masa di Mesir di awakhir umrah, di akhir-akhir mungkin pada masa perjumpaan Nabi dengan beliau pada tahun 1998, yang pada waktu itu Syekh Abi kira-kira sudah mencapai dalam 80-an tahun. Jadi kalau kita hitung 80-98, kita sekarang 21 ya, kira-kira dalam 24 atau dalam 23 tahun yang lalu, itu ijazah amah daripada beliau, satu mangkul makul, juga dengan hisib, menghisib, salawat dan juga dengan jenis-jenisnya, amalan dan juga dengan semua bagiannya, juga mendapatkan ijazah sanad untuk semua bidang ilmu. Jadi itu Abi cantumkan ijazah tersebut di dalam kitab Al-Awail Wal-Awakhir Wal-Asanid. Jadi kepada yang meminta dan juga kepada yang hadir dan juga kepada semuanya, ajastukum bitilka al-ahzab, bitilka as-salawat, bitilka al-a'mal, kama ajasani bizanika masyaykh al-kiram, wa akhusu bidzikir Maulana Syekh Alamuddin Muhammad Yasin Al-Badani, Syekhuna Syekh Abdul Al-Lahji, Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Syekh Muhammad bin Ujail, dan juga dengan Syekhuna Syekh Hasan Masyad. Ini yang mendapat julukan sebagai kibar al-ulama atau salah satu daripada ulama besar Mekah pada saat ketika itu, yang beliau ini pernah menjawab sebagai qadi di Mekah. Dan juga di antara yang pada yang menarik, beliau ini hafal Quran pada masa usia tua setelah 25 tahun, tapi karena dengan himmah, dengan semangat, umur itu tidak jadi masalah, mungkinkan saja dengan sesenang untuk menghafal kitab Allah Jalla Jalaluhu. Hadza billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.